مع تطبيق الملة للصيرفة تستطيع إضافة مستفيدين جدد وتحويل أي مبالغ مالية إلى عائلتك وأحبابك وأنت في منزلك. لإضافة مستفيد جديد اضغط على قائمة المستفيدين ثم اضغط على علامة إضافة مستفيد جديد. أجب على سؤال الأمان في المكان المخصص له ثم اضغط التالي. اختر الدولة ونوع الخدمة. اختر البنك المستفيد من القائمة. اكتب اسم المدينة التي فيها فرع البنك ثم اضغط على محرك البحث. اختر الفرع المراد التحويل إليه. أدخل رقم حساب المستفيد وقم بإعادة كتابته مرة أخرى ثم اضغط التالي. اكتب اسم المستفيد باللغة الإنجليزية ثم اضغط التالي. اكتب اسم المستفيد باللغة العربية ثم اضغط التالي. اختر صفة المستفيد من القائمة. أدخل عنوان المستفيد ورقم هاتفه ثم اضغط التالي. سوف نقوم بإرسال رمز التفعيل إلى هاتفك المسجل لدينا وإلى بريدك الإلكتروني. اكتب رمز التفعيل الذي تلقيته في المكان المخصص له ثم اضغط على زر تأكيد رمز التفعيل. تم تسجيل المستفيد الجديد بنجاح. تستطيع الآن تحويل الأموال للأشخاص في قائمة المستفيدين لديك في أي وقت ومن أي مكان. الملة للصيرفة، حلول متكاملة للتحويلات المالية. قم بتحميل التطبيق الآن.